مرحبا. أهلين. الست وردة موجودة؟ موجودة بس لا تأخذني، ما بتستقبل رجال بالبيت. يمكن ما عرفتيني، أنا أحمد صاحب البيت اللي اشتريته. تفضل تفضل. ساوي هون ولك أحمد؟ إيش جابك لعنده؟ ولك إيش صاير لك؟ ليش عم تتصرف بلا عقل؟ إيه بلا عقل؟ اللي بيسهر كل الليل وبيشرب هالمنكر استغفر الله العظيم بيكون في براسه عقل؟ أحسن شي أمشي من هون قبل ما تجي. أهلين أحمد. أهلين ست وردة. أخرت عليك مو هيك؟ لا أبداً، أنا كنت أنا بعرف إني جيت بوقت مو مناسب. لا جيت بوقت كتير مناسب. تفضل. تشرب قهوة؟ لا ما بدي قهوة. أنا أنت شو؟ تتجوزيني؟ جوزك؟ ايه. غريبة. ليش غريبة؟ عم اطلب ايدك على سنة الله ورسوله. ايه بس انا اكبر منك. ما بهمني احمد، اجازة مو شريت قماش من السوق. فكر بما تسرع. لا عم بتسرع ولا شي. قولي لي هلا يا ايه يا لا. طيب اقعد اقعد، بين عليك شربان. لا مالي شربان. ايش قلتي؟ بصراحة كنت مجنونة إذا بقول لك لا، لأني من أول ما شفتك قلبي لهف لك وحبيتك، مع إني شايفة كتير بحياتي بكوات وأغوات وبشوات بعمره ما حدا قدر ياخد مني نظرة أو ابتسامة أو حتى كلمة حلوة. أنا رايح أجيب الشيخ وشاهدين عشان نكتب الكتاب، بس اسمعي مور، شغلك بدك تبطلي، بدك تبركي في البيت. طلعة ودخلة من البيت ما في بدون شورتي. إيش قلتي؟ خليني أفكر بالموضوع. ما بدي تفكري، بدي الجواب هلأ. أنت كل شي عندك بسرعة. إيش قلتي؟